الآن. أشاد الرئيس السيسي بتعامل الشعب المصري مع موجة الأحوال الجوية السيئة التي تجتاح البلاد، وقال الرئيس على صفحته بموقع فيسبوك: لقد أثبت المصريون حكومة وشعبا وعلى مدار الساعات الماضية قدرتهم القوية ومعدنهم النبيل في التعامل مع الاضطرابات الجوية التي اجتاحت البلاد، فقد أدارت الدولة بأجهزتها التنفيذية ومؤسساتها الأمنية مشهدا بالغ التعقيد إزاء ظروف مناخية ليست معهودة على بلادنا. وتابع الرئيس قائلا: الشكر كل الشكر للمسؤولين والأفراد الذين اقتضت المسؤولية منهم متابعة الوضع واحتواء آثاره البالغة ميدانيا من قلب الحدث، ولا يسعني سوى الفخر بمعدن الشعب المصري الأصيل الذي أظهر أفراده روح تعاون عالية وفدائية وترابط تقول بوضوح إننا سويا يدا بيد أقوى من أي شيء. كما أتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا وبكل الأمنيات بالشفاء العاجل للمصابين. في سياق متصل، وجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الشكر والتقدير إلى جميع العاملين بمختلف أجهزة الدولة على الجهد الكبير في التعامل إزاء الظروف المناخية الاستثنائية. ووجه مدبولي خلال ترأسه غرفة إدارة الأزمات شكرا خاصا إلى القوات المسلحة على مجهودها الكبير في مختلف المحافظات، كما توجه بشكر خاص إلى رجال الشرطة على جهودهم الكبيرة ووجودهم المستمر في الشوارع. وأوضح مدبولي أن مصر لم تشهد مثل الظروف الجوية الراهنة منذ قرابة 40 عاما، مشيرا أن هذه الظروف نتج عنها قرابة 20 حالة وفاة على مستوى الجمهورية، مقدما التعزية إلى أسرهم وذويهم. تلقى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تقريرا من وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج بشأن متابعة المستجدات المتعلقة بتهدم منازل أهالي منطقة الزرايب بمدينة 15 مايو. وفي مستهل التقرير أشارت القباج أن تهدم المنازل جاء نتيجة لما شهدته البلاد من سوء في الأحوال الجوية، مضيفة أن هذا الحادث نتج عنه وفاة عدد من المواطنين وتضرر آخرين، ومؤكدة أنه على الفور جرى التعامل إزاء الحادث وتقديم خدمات الإسعاف الأولية للمصابين والمتضررين وتجهيز المهمات والاحتياجات المطلوبة من أدوات لإعاشة المتضررين. وأكدت وزيرة التضامن استمرار المتابعة اللحظية مع مختلف الجهات المعنية للتعامل الفوري إزاء أي مستجدات تتعلق بالحادث. هذا وقد زارت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج منطقة الزرايب نيابة عن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي. وقالت القباج إن زيارة المنطقة تأتي بتوصية محددة وواضحة من الرئيس السيسي بالتعامل إزاء المناطق المضارة من الأحوال الجوية وتقديم كل أنواع الدعم والحماية السريعة والاستجابة لمطالب سكان المناطق المضارة، مشيرة أن هذه الإجراءات تتم بالتعاون مع الوزراء والمحافظين. وأضافت القباج أنها تواصلت بوزراء التنمية المحلية والإسكان والبيئة لإيجاد حلول لهذه المشكلة ومناقشة السيناريوهات المطروحة لتكون حلولا طويلة المدى بما يوفر حماية للناس، بالتعاون مع الكنيسة المصرية والجمعيات الشريكة لينتج مجتمع صالح ومنتج ومثمر. وأشارت القباج أنه سيتم توفير التعويضات اللازمة في أسرع وقت، كما سيتم صرف إعانة عاجلة، مقدمة التعازي في المفقودين ومعربة عن استعداد الوزارة التام لخدمة أهالي المنطقة. كلف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي جميع المحافظين بمنح المدارس والجامعات إجازة غدا السبت كي تستطيع الأجهزة المعنية التعامل إزاء أثار الأمطار الغزيرة وتداعياتها. كان وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار قد قرر صباح اليوم تعطيل الدراسة غدا في كل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد. عقد وزير الخارجية سامح شكري جلسة مباحثات مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريا
سلمه خلالها رسالة من الرئيس السيسي إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن تطورات سد النهضة، وشدد شكري على أهمية قيام فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي ببذل جهودها لدفع إثيوبيا للتوقيع على اتفاق ملء السد وتشغيله حفاظا على الأمن والاستقرار بمنطقة القرن الإفريقي. قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف تأجيل الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2021 بسبب تفشي فيروس كورونا، وأجرى كاف مشاوراته مع الاتحادات المحلية واللجنة الطبية والاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وذلك لمتابعة التطورات وبحث الأمر قبل اتخاذ قرار التأجيل.